كل شيء جاهز؟ بالطبع يا زعيم. سهلة. من حسن حظي أنهم لم يكتشفوا القنبلة التي وضعتها في الطائرة. لقد نفذت المهمة أيها القرصان. أحسنت أيها الأرنب، أنا فخور بك. متى ستعطيني ما طلبته منك في المرة السابقة؟ سأعطيك مهمة أخيرة، إذا نفذت بنجاح سأعطيك ما تريد. حسنا أيها القرصان، ما هي هذه المهمة؟ أريدك أن تقتل بروس لي. حسناً يا زعيم، إنها مهمة سهلة. عليك أن تحذر أيها الأرنب، وأن تحاول قتله ببندقية القنص من مسافة بعيدة، لأنك لو اقتربت منه سيقتلك بسهولة. لا تقلق حيال ذلك أيها القرصان. مرحباً يا بروس لي. من أنت؟ لماذا أنت خائف؟ أنا بروس لي، ملك الفاكتوري، ولا أخاف أبدا. قل لي من أنت وما الذي تفعله هنا؟ دعني أخبرك شيئاً. الشيء الأول هو أن هايدرونز ملك الفاكتوري وليس أنت، والشيء الثاني أنك ستموت بعد 20 ثانية. لقد سمعت أنك قتلت بروس لي بسهولة، هل هذا صحيح؟ نعم، 20 ثانية تكفي بأن أقتل أي شخص على هذه الجزيرة. لم يخطئوا حين أطلقوا عليك لقب الأرنب المجنون. حسنا، أعطني ما طلبته منك. اذهب إلى منطقة الميل وستجد بها صندوق، وافتح ذلك الصندوق وسوف تجد خريطة الكنز داخله. شكرا جزيلا أيها القرصان، لقد سرني التعامل معك كثيرا. أخيرا حصلنا على خريطة الكنز، سنجد ذلك الكنز وسنصبح أغنياء ونتزوج. عزيزي، لماذا خدعت الأرنب؟ تلك الخريطة مزورة. لا تقلقي، لن يكتشف أنها مزورة. وماذا لو اكتشف ذلك؟ لو عرف أنك خدعته سوف يقتلك. قلت لك لا تقلقي، فهو سيموت الليلة، ولقد أرسلت له 10 مقاتلين محترفين سيقضوا عليه الليلة للأبد. أنت شرير يا زوجي. انسي أمر ذلك الأرنب، يجب أن نحتفل الليلة لأننا تخلصنا من كل أعدائنا، وحان الوقت لنخطط للسيطرة على الجزيرة. ها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